والنهارده كان النائب محمد ابو العينين كمان موجود بيحضر قمه المناخ في دبي كمان النهارده راح القنصليه المصريه في دبي والتقى طبعا بالمصريين وبالجاليه المصريه اللي موجوده في دبي ولقاء نائب محمد ابو العين وكيل مجلس النواب عمل النهارده كمان زياره بيتابع طبعا ومع في ما يتم طبعا على في هذه الانتخابات في القنصليه المصريه في دبي وزي ما بقول لكم يمكن كل موجود في دبي فطبعا يعني طبعا ومعاه السفير اشرف الديب واعضاء اتحاد الجاليات مع النائب محمد ابو العيني وكيل مجلس النواب امام طبعا في مقر القنصليه المصريه في دبي متابعه سير العمليه الانتخابيه اليوم التالي او الثاني للانتخابات في دبي وحضور كبير جدا بالمناسبه للمصريين في دبي من امبارح للنهاردة يعني أعداد كبيرة جدا تتوافد على مدار الساعة لمقر القنصلية المصرية في دبي والنائب محمد أبو العنين كان موجود النهاردة في طبعا دبي وزار طبعا القنصلية المصرية والتقى طبعا بأعضاء الجالية وأبناء الجالية المصرية وكمان الناس اللي جايين أو أعضاء الجالية اللي جايين واللي لهم حق الانتخاب موجودين مع السفير أشرف الديب والقنصل العام وأعضاء طبعا الاتحاد الجاليات المصرية في الموجودين في إمارة دبي وطبعا يستمع الى شرح من بعض اعضاء احد اعضاء الجاليه المصريه وتقديم الشكر للنائب محمد ابو العنين على ايضا وجوده وحرصه لان هو بيشارك الراجل رايح قمه المناخ بقاله من يوم الخميس هناك وطبعا بعض ايضا يعني اعضاء اهلنا اللي موجودين في دبي بيسلموا على النائب محمد ابو العنين وايضا موجودين داخل هذا المقر مقر مقر القنصلية المصرية وعمل عدة لقاءات في خلال وجوده أيضا ويتابع سير العملية الانتخابية في مقر البعثة المصرية والقنصلية المصرية في دبي ومرة أخرى كان هذا كانت زيارة النائب محمد ملايين النهارده خلال تواجده أيضا في دبي للمشاركة في قمة المناخ والتقاط العديد من الصور واللقطات مع مجموعة من المواطنين أعضاء الجالية المصرية اللي موجودين في دبي وترحاب من طبعا قنصل مصر في دبي وأعضاء القنصلية المصرية والسلك الدبلوماسي في قنصليتنا في دبي كانت دي زياره النائب محمد ابو النهارده الي آه القنصليه آه المصريه في دبي وتفقد سير العمليه الانتخابيه آه في آه في آه دبي طبعا وزي ما بقول لحاكم يمكن آه طبعا هو نائب محمد ابو آه صوته هنا في آه في الجيزه طبعا في آه وبالتالي هو كان النهارده ليه تفقد سير العمليه الانتخابيه وليس التصويت ولكن متابعه العمليه الانتخابيه وده ايضا امر بيبقى مهم كمان انه بيشوف وبيشكر الناس وبيحييهم ويقدم لهم الشكر لانه في تسهيلات كبيره جدا ومشاركه كبيره جدا وبالتالي ايضا وكيل مجلس النواب بيقدم الشكر لكل المصريين الموجودين في دبي اللي كان عندهم حرص شديد جدا على تواجدهم وعلى انهم يتوجهوا للادلاء باصواتهم.